النبي عليه الصلاة والسلام كان له تعامل عجيب جدا جدا مع الأطفال. أنا هذكر موقفين وهو بينادي أولاد بنته، هو الجد بقى، فبينادي أولاد السيدة فاطمة الحسن والحسين: أثم لكع، أثم لكع، أين الحسين، أين الحسن؟ فخرج الحسن، كانت بتنشطه أمه، سيدنا أنس اللي بيحكي، كانت بتنشطه أمه علشان يطلع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي فطول في السجود، فجاء صحابي راوي الحديث قال، فبصيت كده والنبي طول السجود قوي، فبيبص لقى سيدنا الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما حبيتش ان انا حتى يقضي حاجات، يعني اما يلعب ويخلص واقوم. النبي عليه الصلاه والسلام كان جنبه غلام، صلوا عليه طول ما انا بقوم، فالمفروض ان بتشرب وبعدين بنتيمن اي حاجه وتعملوها تبداوا باليمين، البس الحذاء باليمين لكن اخلع بالشمال، فيتيمن، فكان جنبه غلام، وبعدين بقيت المشايخ ناس كبار، فاستأذن الغلام: أتأذن لي إن أنا أشربهم؟ قال: والله لا أقصر بمكانك منك على أي حد أبدا، أنا عايز أشرب وراك. اداله الحق ده، يعلم أولادنا حقك، ما تسيبوش، مش زي الخزعبلات اللي طالعة في التربية دلوقتي، تعلم تاخد حق، ده حق لك، الحرية إنك تطالب بيه أو تروح، بس اتعلم إنك تاخد حقك. موقف الجميل، سيدنا أنس كان بيقول: ما رأيت أرحم برسول الله صلى الله عليه وسلم من بالأطفال من النبي صلى الله عليه وسلم. بايعت سيدنا عبد الله بن الزبير بن العوام، سمع أن كله راح المدينة وبايع النبي، فراح للأطفال قال لهم: إحنا ما بايعناش النبي زي الكبار، يلا. فعمل إيه؟ مسيرة في قلب المدينة وشوارع المدينة، أي طفل يلا تعالى معانا عشان هنروح للنبي عليه السلام نبايع النبي عليه السلام. وأول ما راحوا للنبي قالوا: نحن بايعة الأطفال، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله يا ابني انت، هو بقى انت عيل صغير يا ابني، سيبنا بنعمل. كان يعدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي ماشي اللي مر على الواقع ويسلم عليه. مش فاضيين احنا بقى للكلام، يعني مش فاضيين للكلام، لا، في نهج كامل في التربيه، لنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربيه.